السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم في فيديو جديد. احب اعرفكم ابن عمي مروان كان جاي يزورني. ازيكم يا جماعه؟ عمر يا جماعه كان عايز يزورني ويحب يكرمني ويضيفني. قام جاب لي ليمونه، هنعمل تحدي الليمونه اهي شايفين. فاحنا كنا عاوزين نلعب مع بعض، فدلوقتي احنا هنعمل تحدي الليمونه وهنشوف مين اللي هيكسب ويخسر. واخواتنا البنات يا جماعه يفكرونا في العقاب. ماشي، هنعملها بشراء ولا مش بشراء؟ لا انا عاوزه من غير اشراء. لا انا عايزه بشراء. لا انا عاوزه من غير اشراء يا حبيبي. عايزه من غير اشراء. ماشي يا جماعه، نقشر ونرجع لكم. بس احط ورجعنا لكم يا جماعه اللي بالليمونه اهي. رب يجعل الليمونه خفيفه يا رب. بقى هو يومنا حفصه وملكة هيفكرونا في التحدي في العقاب. يلا يلا بقى، جاهز يا مروان؟ جاهز يا عم. يلا بسم الله. نصها خلاص.